اهلا بكل حضراتكم. بالتاكيد انه من الموضوعات المهمه على الساحه في الوقت الحالي، الكل منتظر اعلان نتيجه الثانويه العامه، كمان الحديث عن نسب ومؤشرات النجاح في عدد من المواد. طبعا ده الموضوع اللي بيشغل بال كل المواطنين في الوقت الحالي. وخليني اقول لحضراتكم انه اعلنت وزاره التربيه والتعليم نسب ومؤشرات النجاح في 5 مواد في امتحانات الثانويه العامه 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغه الاجنبيه الثانيه والاولى واللغه العربيه. طيب ايه التفاصيل؟ انه بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى أكتر من 96%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% أو أكتر من الدرجة الكلية، بنتكلم عن 51,900 طالب وطالبة، يعني بنسبة تقريبا 7.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان. أما عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت الحقيقة 96.5%، يعني عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% أو أكتر من الدرجة الكلية في الامتحان، بنتكلم عن 2500 طالب وطالبة، يعني بنسبة 1.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان. كمان مادة الحقيقة اللغة العربية نسب النجاح فيها بلغت 96.5% أو بالتحديد 96.6%، عدد الطلاب اللي حصلوا على نسبة 95% أو أكتر من الدرجة الكلية 6700 طالب وطالبة، يعني نسبة بتمثل أقل بكثير، يعني من أقل عفوا بقليل من 1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين قدمين. ده بخصوص مادة اللغة العربية. أما لو هنتكلم عن اللغة الأجنبية الثانية، بلغت نسبة النجاح فيها 97.8%، عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% أو أكتر من الدرجة الكلية أكتر من 124,000 طالب وطالبة، يعني بنسبة بتفوق 18% من إجمالي عدد الطلاب. مادة الفيزياء طبعا كلنا فاكرين مادة الفيزياء، يعني كان فيها بعض الجزئيات الصعبة الحقيقة، كان فيها تركات صعبة مادة الفيزياء واشتكى منها عدد من الطلاب. نسب النجاح الحمد لله في مادة الفيزياء بلغت هذا العام 94.5%، عدد الطلاب اللي حصلوا على 95% أو أكتر من الدرجة الكلية، بنتكلم عن 11,400 طالب وطالبة، يعني بنسبة بتتجاوز 2%، 2.2% من إجمالي عدد الطلاب. دي نسب النجاح والمؤشرات الأولية لنجاح الطلاب في هذه المواد. وأيضا في هذا الإطار بتتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة التسجيل في موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات. طبعا ده للكليات اللي بيشترط للقبول بها إجراء اختبارات القدرات واجتياز هذه الاختبارات. طبعا احنا نتكلم عن يعني شهادة الامتحان، يعني طلبة الثانوية العامة هذا العام. الجدير بالذكر انه بيتم اتاحة الفرصة امام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في اداء اختبارات القدرات الكترونيا، واللي هيبدأ غدا الخميس عن طريق موقع التنسيق الالكتروني، زي ما قلت لكم بداية من الخميس غدا 26 يوليو. ايه هي الكليات اللي بيشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟ احنا بنتكلم عن كليات الفنون الجميلة، طبعا قسم فنون وعمارة، بنتكلم عن كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية، وكلية ايضا التربية الفنية، 6 كليات بيشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات. دي ابرز التفاصيل بالاعلان عن نسب النجاح في عدد من المواد لطلبة الثانوية العامة، وايضا بدء التسجيل لإجراء اختبارات القدرات غدا الخميس. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.